السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة زوين وبنين. الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم طريقة كيفاش نديرو بياس مونتي ديال 6 ديال ليزيطاج ل 250 ديال الناس. كيف كتشوفوني مول باش خدمت هما هادو كلهم فيهم 10 سنتيمتر في العلو. بالنسبة للديامتر عندي 35 30 25 20 15 و 10 ديال سنتيمتر. المولي كيك اللي خدمت به هنايا راني كنت ديجا درتو معكم، غتلقاوني حاطه الرابط ديالو اسفل الفيديو. غير الطريقه ديال الطياب هي اللي كتختلف، حيت كيكون عندنا مول كبير كتختلف الطريقه ديال الطياب والمقادير. غادي تلقاوني حطاهم لكم في صندوق الوصف لتحت. نتلاقاو هنايا مع طريقه ديال كيفاش كنديرو نطيبو لو غاطو فاش كيكون عندنا مول كبير. هاد المول اللي خديت هذا هو مول ديال 30 سنتيمتر، اللي انا شديت المقادير ديال 20 ودوبلتهم فيه. المقادير كاملة ضربتها في جوج باش كيطيب لنا الكاطو. هنايا كناخدو هاد لي كلو اللي هما معروفين كنخدمو بهم الورد. هاد الكلو هذا الدور ديالو هو انه كيوزع الحرارة في المول، كنحطوه في لو سونتر ديال المول ديالنا باش الكاطو كيطيب من جناب، كيطيب من التحت وكيطيب من الفوق، والوسطاني كيبقى خضر ما كيطيبش. هاد الكلو هذا كيوزع لينا الحراره. كان فاش كنفرغوا الخليط ديالنا كنحاولوا ما امكن اننا نخليو هذاك الكلو في السونتر ديال المول على هاد الشكل هذا. كنفرغوا الخليط وفاش كيكون عندنا المول كبير راه حتى لا دوري دو كويسون المده ديال الطياب حتى هي راه كتزاد. يعني الا كنا نطيبو في 50 دقيقه نقدروا نطيبو في ساعه، ساعه وربع، ساعه ونص على حساب الفران ديالنا. كنقادو داك الكلو في الوسط وكنضربو العجينه باش كتجي مقاده. كنبقاو نضربو المول هكا، كنهزوه نضربوه شويه باش كتقاد العجينه باش كيطيب شويه، كيكون عندنا السطح مستوي في الطياب. بعد ما طاب الكاطو ديالنا هو هذا مولي كيك ديال 30 سنتيمتر هو هذا. انا نقلبو تشوفوا الشكل ديالو. كنقلب على ديك الكلو كنجبدها باش ما تبقاش تما. الكيك ديالي كنخليه حتى كنخليه يبرد. هانتوما كيف كتشوفوا هو مويلو مزيان، كنخليه حتى يبرد ونقطعو. بالنسبه لهذا الخليط كنت درت جوج باش كل واحد غادي نقطعو على ثلاثة باش يجيني لو كيك عالي. كنخدم هذا الميزان ديال الماء باش كنشوف واش عندنا سطح مستوي ولا لا. فاش كتكون عندي ديك النقطة ديال الماء كتكون في الوسط، يعني راه عندي السطح مستوي، ما عندي علاش نقطع الكاطو ديالي. حيت ضروري يكون عندنا الكاطو مقادد. في التقطاع ديال الكاطو كنبداو اول حاجه كنرشمو بها الكاطو، كنرشمو الموس، كنحاولوا ما امكن اننا ما ندخلوش الموس لداخل. كنبقاو غير كنرشمو بالراس ديال الموس وحنا كندورو وكنحاولوا يجينا داكشي مقادد. كنعاودو نفس العمليه، كان الموس ما خصناش ندخلوه غير بالراس ديالو، كنبقاو كنرشمو وكنحاولو نمشيو باش ما يجيناش الكاطو عوج في التقطاع. فاش نجيو نقطعو الكاطو كنحاولو ما امكن اننا ما نخرجوش الموس للجهه الاخرى. الى خرجنا الموس للجهه الاخرى بحال كنضيعوا الكاطو ديالنا، كنضربوه في كيخرج من الجهه الاخرى كيتهرس لينا الكاطو. خصنا حنا كندورو حنا كنضربو بشويه وما يخرجش من الجهه الاخرى. ولا كان الموس اللي كيكون مسنن راه كيكون مزيان، ماشي الموس ديال الخبز، كيكون الموس شويه بحال مسنن، هذاك ما كيديرش الفراتات، كيقطع الكاطو مزيان.
وفاش نقطعوا الكاطو كندوزوا الموس فيه كامل باش نشوفوه واش تقطع كامل واش ما بقاتش شي جهه لاصقه بلا تقطع. وما نهزوش الكاطو، ما نهزوش الطبقات، ما نفرقوهمش، كنخليوهم كل حاجه بلاصتها. كنعاودوا نفس العمليه مع التقطيعه الثانيه باش نوليو نقطعو نقسموها على ثلاثة. نفس الحاجه مع الموس، ما يخرجش من برا، وما نهزوش، ما نهزوش داك الشيء اللي قطعنا ما يتهش. انا غادي نقول لكم علاش ما خصناش نهزو. كناخذوا لي كوردون، كنعلمو، كنحشيو ان كوردون في شي بلاصه، كنبقاو نقادو لي كوردون، خص واحد يجي تحت واحد. هادو الدور ديالهم هو اننا كنعلمو الكاطو فين قطعناه باش نهزو ونوليو نرجعو الكاطو، كنعرفو منين هزيناه باش ماشي كيجينا نقدروا نقطعوا الكاطو يكون شويه عوج، باش فاش نرجعوه لبلاصتو غادي يجينا كلشي مقادد. البلاصه اللي تقطعت عوجه غادي تجي فوق اختها. وكنرشمو بالموس كنرشمو بالموس باش حتى الا قلبنا الكاطو فاش جينا هزيناه وقلبناه كيبقى لنا كنعرفو. كنرشمو بالكوردون، كنحطو الكوردون فوق الكوردون والموس فوق الموس، الضربه ديال الموس فوق الموس، حيت الا قلبناها كنقدروا يا يعني نهزوه ونقلبوه ولا غير نهزوه ونحطوه. حتى الا ما عقلناش راه كداك الكوردون وديك الضريبه ديال الموس هما كيحدوا لينا فين هزينا الكاطو. كناخذوا ان كيك بورد، هذا الكيك بورد ضروري ضروري كنحتاجوه باش الكاطو ديالنا كيلصق عليه وما كيهبطش على الكاطو اللي تحتو. كندهنوه بلو كلاصاج رويال باش الكاطو كيلصق عليه، ضروري باش ما كيبقاش الكاطو يتزعزع. الا حطينا كاطو نيشان فوق الكيك بورد غادي يبقى يتزعزع. اللهم كنديروا هذا لو كلاصاج رويال بحال لصاق، بحال كنلصقوه فوقو ما يتزعزعش. لو غلاساج رويال هذا هو عنده بزاف ديال الاستعمالات. دابا انا استعملته هنا، هو هذا كيف كتشوفوا، كناخذ ديال رينشو وراه مزيان. الاشاره فقط اللي كيفاش كيكون عندنا اون بيس مونتي كبيره الكاطو ما كتسقاش، حيت الا سقيناه فاش كيتسقى الكاطو كيرطاب، فاش يرطاب بالثقل غادي يوسع لينا الكاطو التحتاني غادي يتهرس. كل ما كانت تقل كل ما تهرس لينا الكاطو. كنسقيو لي كاطو الصغار، فاش تكون عندنا اون بيس مونطي ممنوع التسقى. هنايا كنعمرو بلا كريم او بور مورانغ سويس. هاد لا كريم هادي بغيت فضلت انني نديرها في فيديو منفصل حيت كنضيق الوقت ما صلحليش نصورها. ان شاء الله قريبا نديرها في فيديو. الطريقه ديالها هي طريقه سهله، غادي تلقاوني كاتبه المقادير ديالها والطريقه في صندوق الوصف، ولاني الفيديو ان شاء الله غادي نصوره قريبا. باش كندير هنايا هاد الكريمو بور كنديرها في الجناب باش الحشوه ما كتخرجش، ما كتخرجليش الجناب، ما كتقيسليش الكناش، ما كتقيسليش الباتا سكر. تحت الطلب ديال الزبونه ديالي اللي بغات هاد لا بيس، بغات هي كورد فريز ومع كريم او بور مورانغ سويس بلا فاني. الكورد فريز راه كنت ديجا درته معكم، غادي تلقاوني حاطه الرابط ديالو اسفل الفيديو. هنايا كان فاش نبغيو نرجعو الطبقه الاخرى كنشوفو الكوردون، كنحطوه ضروري فوق الكوردون، ولا كنا قلبنا كنشوفو الضربه ديال الموس فين درناها. خصنا ضروري نحطو الكاطو مقادد باش كيف قلت لكم حتى الا كانت شي طرف تقطع ماشي هو هذاك كيرجع في بلاصتو نيت، وكيبقى الكاطو هو هذاك كيبقى سطح مستوي. نوليو نعاودو نفس العمليه، غادي نعمرو بلا كريم او بور مورانغ سويس وبالكورت فريز.
وكيف قلت لكم للتذكير فقط ممنوع شي بيس مونتي اللي تكون كبيرة وتكون فيها تقل بزاف ممنوع انها تسقى. راه غير داك الكور دو ديك لا كريم او بور راهم كيعطيو كيرطبوها, واصلا الموليكي كيكون هو ديجا كيكون رطب حيت كنديروا فيه لا كريم ليكيد هي اللي كترطبو. نحاول نعمر الى عندي شي فراغات ونقاددهم بلا سباتول. ودائما كنحاول فاش نجي نرجع الطبقه الاخرى للطبقه الاخيره كنحاول نشوف فين ضربت بالموس وفين دايره الكوردون, واللي كنديرو الفوق دائما هو الطبقه اللي كتكون طابت لتحت في المول هي اللي كنديرو دائما الفوق باش كتجينا التغلاف ديالها بلا غاناج وبلا باتا سوك سهل. شفنا التغلاف, دابا غادي نشوفو كيفاش كنديرو الكيك بورد فاش كيكون عندنا الكيك بورد اللي كنشريوه ماشي بيرسي كيفاش كنديرو نصاوبوه. كنشدو اون بيرسوز كنشوفو لو سونتر ديالو وكنضربوه. خص ضروري هاد الكيك بورد يكون بيرسي في الوسط, كنثقبوه في الوسط ديالو باش كندخلو فيه لي دوول باش كي لا بيس مونتي كتشد لينا التوازن ديالها. ضروري الا بغينا نديرو الكيك ديزاين خصنا نتعلمو شويه ديال البريكولاج. كيف كتشوفو هي كيف صاوبتها وكنضفها كنحيد من هذيك الفراتات اللي كيكونوا ديال الكارطون كيطيحوا باش ما يلصقوناش في الكاطو. ضروري نقيها مزيان عاد نحط عليها الكاطو ديالي. من بعد ما عمرت لي كاطو كاملين هادي هي الطبقه التحتانيه ديال 35 سنتيمتر كنزينها بلو غلاساج رويال. بالنسبه للطريقه ديال التغليف ديال الكيك بلا باتا سوك سمحوا لي ما درتهاش, بغيت فضلت انني نديرها حتى هي في فيديو منفصل باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف وهو راه ديجا طويل. فضلت انني الغاناش ولا باتا سوك الكريم بور موانغ سويس فضلت انني نديرهم فيديوهات منفصلين باش حتى اللي بغاهم يجيو ساهلين ما غاديش يكونوا في قلب لا بيس في الفيديو ديال لا بيس مونتي. بالنسبه للكلاصاج رويال هاد لا بيس مونتي راني خدمتها في الصيف يعني شويه كي ما كيساعدش على حساب الصهد دغيا كيدوب. كنحاول ما امكن انني نزرب وكنحاول يجيو شويه بحال بحال حيت ما رشمتهمش ما لقيتش الرشمه اللي تصلح اللي بغات لك ليون ديالي ما لقيتهاش. كنحاول ما امكن انني كيف قلت لكم نصاوب هذا الشيء مقاد واخا غير باليد. خصني قلت لكم اللي كيبغي يدير الكيك ديزاين يدير بريكولاج يدير حنايا يدير خياطه. الشكل النهائي هو هذا كيف كتشوفوا. من بعد فاش كنبغي ديال 30 سنتيم فوق 35 سنتيم كناخذو كيك بورد ديال 30 اللي كيكون قد الكيك ديال 30 حتى هو اللي ديجي من الفوق كنرشمو به باش نعرفو فين غادي نحطو لو كاطو ديالنا. كنحاولو ما امكن اننا نجيبوه في الوسط لي دوول اللي قلت لكم هما هادو
هادو هما اللي كان اللي كيشدو لنا لو غاتو. هاد لو دوال سونترال هذا كي كنجروه واحد شويه باش كيعطينا كي باش كنقدروا نحطو فوق لو غاتو، هو اللي كيشد لينا لو غاتو ما كيطيحش، كيبقى شاد التوازن ديالو ما كيميلش. هادو اللي كندير هنا في الجناب هادو باش كي بحال نقولوا كنديروا ساريه باش الكاطو اللي الفوق تقل ديالو ما يهبطش على الكاطو التحتاني. انا كنفضل ندير هادو ديال البلاستيك كبار وندير هادو ديال الخشب. هادو ديال ويلتون هما احسن ماركه اللي بغا ياخذهم. وما خصناش نشدو ندخلوه، كندخلوه شويه ندورو وكنحاولوا ما امكن انه يجي في الوسط. كنوليو نزيدو حيت لو غاتو غادي يكون فيه اكثر من 50 كيلو. ما تخيلوا الثقل اللي غادي يهبط على هاد الطبقة التحتانية ديال 35 سنتيمتر، يعني خصنا تكون مشادة مزيان فاش نحطو لو غاتو نعرفو علاش حطيناه. بالنسبة اللي قلت لكم الكيك بورد ضروري ضروري يكون عندنا الكيك بورد حيت هو اللي كيشد هادو، حيت الا درنا لو غاتو فوق هادو نيشان وما درناش الكيك بورد هادو غادي تقبل الغاتو وغادي يهبط. باش نشدو التوازن ديال الغاتو وما يطيحناش وطبقه ما تطيحش على طبقه ضروري كنديرو هاد لي دول وكنديرو الكيك بورد بجوج. هاد لي دول هادو ديال الجناب كيكونوا باش كيشدو الثقل ما كتهبطش، وهاد الوسطاني هذا باش كيشد التوازن ما كطيحش، ما كيبقاوش الطبقات يلعبوا بيناتهم ولا يزلقوا، كيبقاو مشدودين واقفين مزيان. هنايا فاش نجيو نطلعوه ما خصناش نشدو ونجرو، كنبقاو كندوروه، من الاحسن اننا ندوروه باش ما يتجرش لينا لا باتاسوك. من بعد ما صاوبت لي غاتو ديالي كاملين الطبقات كاملين بدوك لي دول وبلي ولصقتهم مع لي كيك بورد، هنايا مشيت لا سال دي فيت، هذه لا شومبر فخواد فيها كنخدم فيها، غادي ندير المونتاج حيت الطريق بعيده، كانت عندي ساعتين ونص ديال الطريق ما قدرتش نمشي ب اون بيس دو 6 ايطاج مونتي حتى لا سال دي فيت في لوتوروت، شويه صعيبه. مع الصاد جبتها حتى لا سال دي فيت عاد درت لها المونتاج. كنشد هنايا الطبقه التحتانيه كندهنها بلو غلاساج رويال اللي هو ضروري باش نحط الطبقه اللي فوقها. ها نتوما كيف كتشوفوا ها هما دوك لي دول اللي درت، هما هادو انا قطعتهم، ها هما مقادين مزيان على السطح ديال الكاطو، ما خصهمش يجيو خارجين. لو دوال سنترال بوحدو اللي ما كنقطعوهش حيت كيخصنا يبقى طويل، الا لاحظتي وراه منجور من الفوق ديالو باش كيدخل في الكاطو. هذا هو داك الكيك بورد اللي درت بلا بيرسوز، هذا هو السر علاش ثقبتو بلا بيرسوز باش كنلقاو باش لو دوال كيدخل فيه ساهل. هذه هي الطريقه باش كنحطو الكاطو، انتما كيف كتشوفوا ها هو تحط مزيان في بلاصتو. وهاد الخشبه الوسطانيه سمحوا لي ما عارفاش سميتها شنو هي، كنعرف غير دوال، هذا هو اللي كيشدو كنسميهم لي دول او لي غوجون، هذا هو اللي كيشد التوازن ديال لا بيس مونتي. ولا لاحظتي وحتى الطبقه ديال 30 ها هي نفس الطريقه كيف درت الطبقه اللي تحتها، هما هنايا الاعمده ديالي ها هما مقطعين على حساب المستوى ديال الكاطو
دابا غادي نولي نعاود نفس العمليه ديال ندهن بلو غلاساج رويال. هاد لو غلاساج رويال كندهن به باش الكاطو كيلصق واحد مع واحد ما يتحركوش. كنعاودو نفس العمليه كنحطو الكاطو بالطريقه اللي حطينا الكاطو اللي قبل منه. الفرق هنا بان داك لو دوول سونترال ما كيخرجش حيت كيكون كيوصل غير النص ديال الطبقه هذه الفوقانيه كيوصل غير النص ديالها. كيف قلت لكم هو الدور ديالو ماشي باش كيشد الطبقه ما طيحش فوق الطبقه. الدور ديالو هو التوازن كيشد التوازن. انا درت هذه الطبقه الرابعه الى لاحظتوا راه يكونوا كل ثلاثه ديال الطبقات مشدودين باندو سونترال. هو اندو سونترال كنبداو به ابتداء من ثلاثه ديال الطبقات لي ثلاثة الطبقات التحتانيين مشدودين بواحد، ثلاثة الطبقات الفوقانيين غادي نشدهم بواحد. هنايا هاد الطبقة هادي درت لها غير ربعة حيت فوقها ما غاديش يكون تقل بزاف، غيكون فوقها الطبقة ديال 10 وطبقة ديال 15، يعني ما كاينش تقل بزاف، لذلك كندير لها غير ربعة ديال لي كوجا. بالنسبه لو غلاساج رويال دائما كيخصنا نديروه باش كيلصق لينا ايطاج مع ايطاج. كيف كتشوفوا الكيك بورد ضروري كيكون بيرسي باش كيدخل فيه هذاك العمود. اسمحوا لي طولت عليكم في الفيديو ولكن بغيت تشوفوا المراحل كيف ما هي كيف ما خدمت. بالنسبه للمبتدئين اللي باغيين يتعلموا الكيك ديزاين اللي باغيين يتعلموا لا كونسيبسيون دي غاتو يشوفوا المراحل شويه كيف ما خدمتها انا ما زربتش لا فيديو باش تشوفوها مزيان. بعد ما درت لي زيتاج ديالي كاملين هما هادو نتوما كيف كتشوفوا هما السد لي زيتاج واقفين. دابا كتبقى لينا لا فينيسيون. في لا فينيسيون كاينين هادو بحال لي غيدو انا كنسميهم لي غيدو كنخدمهم كاين واحد المول خاص سميهم كنخدمهم به. ها هو الا لاحظتوها واحد يدي وكنلصقهم بلو غلاساج رويال
كنديرهم مخالفين. ثم كيف كتشوفوا الطريقه باش كنلصقهم هي هذه، كنحطهم مخالفين. ضروري يلصقوا بلو غلاساج رويال او لا كول اليمونتير. كيف كتشوفوا هما لصقتهم على هذا الشكل هذا. دابا كيبقى لي نلصق الورد اللي صاوبت. بالنسبه للطريقه ديال صنع الورود ان شاء الله غادي نديرها في فيديو منفصل قريبا ان شاء الله. الورد كنقدروا نخدمه حتى 6 شهور حتى كيبقى الى صوبناه وغطيناه في بواط نقدروا نحتفظوا به لمده عام. انا هذا الورد صاوبته 15 يوم قبل. انتما كيف كتشوفوا لا باتا سوكري بزاف ما كيتلواش ما حتى حاجه. هيا نحاول انني نلصق باقي الورود. هذا الورد كنحطوه في الملاقيه ديال دوك الريدو، انا كنسميهم ريدو. كنديروا لو غلاساج رويال تما وكنحطوهم باش كيدرقوا ديك الملاقيه وكيعطيونا واحد المنظر زوين لوغاتو. الشكل النهائي ديال لابيس هو هذا. بعد ما لصقت لها دوك الورود ديالها كاملين، ها
هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، الورد كتجي وحده فوق وحده. كنتمنى الفيديو ديالي تنال الاعجاب ديالكم ونكون كنت خفيفه على قلبكم واخا طولت عليكم شويه سمحوا لي. الى عجبكم الفيديو لايك الفيديو وبارطاجيو القناه واشتركوا وما تنساوش الاعجاب.